السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية ياريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معانا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. مشهد مقزز، مشهد رضيء ما تشوفوش غير فعلا على قناة الخبث اليوم. مذيعة بتدعي إنها أهلاوية، بتتمنى، كان بتقولك بتتمنى فوز الأرجنتين على حساب المنتخب الفرنسي، ومش مشكلتي انها تتمنى فوز الارجنتين على حساب المنتخب الفرنسي، مشكلة انها كانت بتقول انها بتشجع المنتخب الارجنتيني على حساب المنتخب المغربي، وانه في حالة المباراة اللي كانت في مواجهة المغرب وفرنسا كانت بتتمنى انها المغرب تكسب علشان تبقى خصم سهل لفوز الارجنتين. يرد يعني هي في كل الحالات تتمنى خسارة المغرب، يرد عليها الضيف جايبة، وهي جايبة واحد ضيف سخيف من دولة من دولة السعودية، وبيكتب على السوشيال ميديا وهو بيظهر على قناة البليلة في المفرخة في الزريبة، عارفينه طبعا اللي هو بيطلع يهاجم الكابتن محمود الخطيب. فهي أهلاوية فجايباها عشان تركب الترند، فالاتنين وقعوا من عن الترند، انكسر رقبتهم الاتنين منتهى القذارة. هو يرد عليها يقول لها أنا بشجع المغرب وفرنسا، ده أنا بتحس إن أنا كنت مولود في باريس. واحد سعودي بيتمنى خساره المغرب قدام فرنسا، واحده مصريه تلاتة لما تقابل المغرب قدام الارجنتين، فالارجنتين تكسب المغرب اسهل ما تكسب فرنسا. فشيء بشع، شيء. وكل ده امتى؟ بعد ما تم بصرف النظر بقى عن مباراه النادي الاهلي في او وجود النادي الاهلي في كاس العالم في المغرب، اللي بتقول انها اهلاويه الكلام ده بعد ما تم تحديد النادي الاهلي ان هيروح يلعب في كاس العالم اللي تم اختياره في المغرب. ده هجوم شيء لازم اي انا لو مكان الاخوه لازم اغضب من هذه التصرفات. وطبعا لو انا عاقل مش هحملها للنادي الاهلي، لان هؤلاء واحد كاره للنادي الاهلي، واحد كاره الكابتن محمود الخطيب، والثانيه بتتقوت وبتاكل عيش على حس النادي الاهلي والترند واي كلام فرقعه. لما جه المر ترقع لها دارت وخبت وشاها، لكن تعمل فتوه على ناس تانية وتعمل مش عارف ايه، ناس تعاطفت معاها بسبب كلام فارغ، لكن هي لا تستحق اي شيء. يعني منظر لما سمعت الكلام، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه القذاره دي؟ ايه دي؟ دي ايه دي؟ ده صرف صحي، ده مش بس قناه المفرخه ولا قناه الزريبه هي اللي بتجيب لنا وبتثير الازمات والفتن مع الاخوه في لا ده في ده كل حاجه، لكن القناه دي برضو مرتبطه بالمفرخه ومرتبطه بالزريبه، لان اللي موجودين فيها ومسؤولين فيها برضو لهم علاقه برئيس الزريبة. يعني فشيء مقرف بصراحة. يعني طبعا انتوا عارفين انا بتكلم عن مين. يعني مشهد كان واضح في مباراة نادي الزمالك وحرس الحدود بعد المباراة، والحكم اطلق صفيرة النهاية، شيكابالا بينادي على امام عاشور علشان يوقفه وينهي الازمة ما بينه وما بين زيزو، فامام عاشور خد في وشه لدرجة ان شيكابالا شوح بعد ما مشي كده. يعني المشهد مر مرور الكرام على هاني حتحوت، على ميدو، على مجدي عبد الغني، على الكل كليله، لكن النادي الاهلي اللي ما حصلش فيه ازمه عاملين ازمه من لا شيء لقفشه والنادي الاهلي. انفانتينو بعض الانباء بتتردد، قلت لحضراتكم انفانتينو كان بيتكلم عاوزين نعمل كاس العالم كل سنتين، فربما وفي حاله غضب طبعا الاتحاد الاوروبي والضغط المباريات والكلام من هذا القبيل يعني، فبيقول لك اقتراح نعملها كل 3 سنوات يعني لحد ما الناس تتعود، يعني نمسك العصايه من النص. والله حاجه غريبه يعني. النادي الاهلي، النادي الاهلي نتكلم بقى في عندنا شويه مشاكل. طبعا التحكيم جزء اساسي من هذه الازمات، لكن بقالنا سنتين وانا نبهت الكلام ده السنه اللي فاتت وقلت نصا ان في بعض الناس بتزقنا على اننا نرمي كل شماعات اخفاقنا على التحكيم. التحكيم عنصر، كابتن محمود الخطيب اقر بذلك بعد خساره اول دوري لما قال لك احنا عندنا مشاكل فيها، احنا جزء من المشاكل دي ومش هنسكت تاني على حقنا. ونعم تحكيمه كام، فانت عندك عنصر اللي هو الاداره، وعندك عنصر اساسي اللي هو الفريق واللعيبه نفسها. اللعيبه تاني تحس اللعيبه ما عادش عندها الحميه،
لعيبه حاسه عندها تشبع، ما ينفعش، لازم لعيبه بدوافع تانية، ولازم التحكيم انت مالك سنتين وبتاع في نفس الفخ، فانت نازل وعارف ان التحكيم ضدك، تعمل ايه؟ اسلم والعب على جون او جونين، والعب على الهادي والمستريح، ولا اجيب تك 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 جون في التاني في التالت، انهي لو واحد لغالي هدف او حسب للمنافس ضربة جزاء فانا مكمل. لكن الريتم اللي احنا كنا اول مرة اشوفه دي حاجة. الحاجة التانية صفقاتي من اللعيبة، مش عاوز اتكلم عن شادي حسين، شادي حسين قد يكون لاعب جيد، لكن من اول لحظة اللي بتابعني عارف شادي حسين زي محمد شريف، نفس الستايل نفس الاداء نفس الطريقة، بيلعب جناح، ما عنديش راس حربة اللي هو رقم 9 اللي في الصندوق، ما عنديش. فانا عندي برضو عندي مشكلة بالنسبة، فين النادي الاهلي جاب، فين ميسي، انتوا جبتوا ميسي عملنا ايه؟ في بعض الصفقات للاسف الشديد بيتم التعاقد معاها لتلبيه رغبات الجمهور. الناس بتشوف ايه على السوشيال ميديا، زي بالظبط لما تعاقدنا مع مصطفى البدري، ده احنا جبنا مصطفى البدري ليه واديناه لفيوتشر ليه؟ وفين مصطفى البدري اساسا؟ هو اللاعب بتاعنا مطلعه اعاره لنادي فيوتشر، طب انا جبته في ايه وهو اساسا مع فيوتشر مش عاوز يقف على رجليه؟ اشتريته ليه؟ لما انا هطلعه اعاره بشتري ليه؟ بشتري على امل انه ممكن فالنادي الاهلي محتاج سياسه تانيه مختلفه في التعاقدات في شهر يناير المقبل ده. النادي الاهلي محتاج لعيبه كواليتي عالي، محتاج راس حربه، اختيارات مارسيل كولر وعدم الدفع بشادي او حسام الا في اللحظات الاخيره يعني محمد، وبيلعب ببرونو سافيو راس حربه، معناه بيقول لك مش مقتنع براس الحربه اللي معاه. مش عاوزين نقع في نفس الغلطه، التحكيم هيفضل ضدك على طول. ها الاعلام دلوقتي كمان ضدك، مفيش يوم بقالك سنتين نفسك، لازم ترفع تدوس على كل الامور دي. لو فضلت نشكي من دلوقتي تاني التحكيم هو ايه الجديد؟ انا وانت بنقول نفس الكلام اللي من سنتين، لازم اللعيبه دوافعها تتغير، الرغبه عند اللعيبه تتغير، اختياراتي للعيبه بامكانيات معينه ومواصفات معينه لازم يكون عين تعرف تجيب اللعيبه، عين تعرف تجيب اللعيبه، اختيارات اللعيبه يعني. اتمنى ان احنا ما نقعش في نفس الفخ بتاع كل عام يعني. بالنسبه لميدو عايز يهد فرقه النادي الاهلي، بيسقف لزيزو، بيسقف للاعب امام عاشور، كله بيتغنى بامام عاشور وامكانيات وقدرات امام عاشور، لكن الاخلاقيات واللي حصل والخناقه كله، لكن كله زي ما اقول لك ماسكين قفشه، بيحاولوا قفشه، بيحاولوا محمد الشناوي، والبعض من الجماهير الاهلي بيحاولوا يشتغلوا على القصه دي، محمد الشناوي ربما يكون مساهم بجزء بنسبه في، لكن ما اقدرش احمله كله الخطا يعني، محمد الشناوي برضه محتاج يراجع نفسه، ما عنديش مشكله، لكن جمهور النادي الاهلي ما تقفش كتير عند هجوم البعض عند على محمد الشناوي، هجوم البعض على قفشه، مستوى بيطلع وشفنا كان محمد عواد عامل ازاي، احمد الشناوي كان عامل ازاي وهوب وراح فين، عواد كان هوب وراح فين، ابو جبل هوب وراح بطوله افريقيا راح فين، لكن كونه انه يفضل محافظ على مستوى لحد دلوقتي معلش هو ما وقعش خالص يعني، محمد الشناوي اخطاء ان شاء الله يقدر يتفاداه ويشتغل على نفسه طور نفسه، لكن ميدو يصدر لي اصل الهدف اللي دخل في محمد الشناوي هو اللي يتحمله يعني، ما ينفعش يدخل في حارس صغير مش حارس منتخب وطني، ما لو لاعب ناشئ من الهدف ده ما يدخلش فيه والكلام ده، لا مش الاستهتار او التقليل يوصل للدرجات دي يعني. بالنسبه لاحمد عيد عبد الملك مع شبانه بيقول لك انا مش هشجع النادي الاهلي في كاس العالم، وبعدين ايه يعني الانجاز في مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم؟ ما حقق المركز الثالث مرتين، لو ما حققش مركز ثاني ما بيبقاش انجاز. اللي بيكلمني واحد بيشجع نادي ما حطش رجله في كاس العالم، مش خد مركز ثاني، بيقول لك ايه الانجاز ده؟ انت بتتكلم بناء على ايه يا حبيبي؟ وبعدين انا مش هشجع النادي الاهلي، انا مش هشجعش غير نادي زمان، حتى لو كان الزمالك مش موجود مش هشجع النادي الاهلي. لا يا اخي الناس كلها ماشيين مظاهرات، احمد عبد المجيد احمد عيد لازم يشجع الاهلي، لو الاهلي ما شجعش احمد عيد مش رايحين كاس العالم، الناس كلها يا احمد عيد مطلب شعبي، ايه يا عم انت ما تشجعش؟ ايه الكلام هنا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وايه التطرق للقصه اشجع او ما اتشجعش يعني؟ اسئله غريبه يعني. مرتضى منصور بيتحدى كمان عامر حسين، عامر حسين قال لك الدوري هيتاجل بسبب مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم ما كانش في الحسبان، فبالتالي مش بس مباريات النادي الاهلي في مباريات اخرى هيتم تاجيلها، فمرتضى منصور بيقول له لا يبقى قابلني. بيقول له انا عايزك يا عامر حسين تاجل ماتش الاتحاد، مش هتقدر يعني، مفيش تاجيلات مباريات لنادي الزمالك والدوري هينتهي في ميعاد، ذوق عافيه بقى يا عامر حسين، انت تسمع الكلام، مرتضى عايز الدوري ينتهي في ميعاد خلاص، شطب الدوري تشطيبه لوكس
وانهي الدوري في ميعاده عشان سعادة المستشار اللي بيوجه الرياضة دلوقتي وعايزين الرياضة تفلح. قال لك ايه مرتضى منصور بيقول لك طارق مجدي اللي حرم النادي الاهلي النهارده من ضرب الجزاء هو ومصطفى لك، قال لك اكتر من سيد عبد الحفيظ في اهلاويته، لحد امتى المجاملات دي؟ الاهلي مش محتاج المجاملات دي، لا الاهلي ولا تاريخه، احنا اللي محتاج الاهلي اللي بتاع مجاملات. قال لك في صفحتين في منتهى المتزملكين بيشتموا في احمد مرتضى وكلهم لجان تبع العتال ومش عارف ايه، بيقول له كل بقول له جمهور النادي الاهلي، المهم ان هو بيخش بيحط ابو قرش على وشه، بيتكلم جمهور الزمالك شويه بيتكلم الاهلي لكن القصه كلها الخطيب. قال لك ايه اوعوا تصدقوا الخطيب اللي بيقول لكم الارقام بتاعت الرعايه دي كلها اوانطه ومليار ومش عارف ايه، لا ده بيكذب على جمهوره، احنا عايزينه يكذب علينا، مبسوطين انه بيكذب علينا، بنحبه وبيكذب علينا واحنا على قلبنا زي العسل. طب ما تسال الشركه، قال لك مره يقول لك ما فيش الكلام ده بقى من حوالي 6 شهور لما اتكلمنا عن طيران القطري، وقال لك ما فيش الكلام، ما فيش الفلوس والارقام دي كلها، وفعلا طفشوا الطيران القطري، فيش الفلوس دي ولا الارقام دي، وبعدين الشركه الراعيه جمهور الزمالك مش هتدفع، يعني الشركه المتحده ده هي مسوق حصر لها نسبات لما جات الاهلي والمبالغ والرعاه، انت بتغيظنا يا سيف وزيري. طب سيف الوزيري ماله، ده الرعاه ولازم يعمل مؤتمرات صحفيه علشان اقول للناس ان دول ودول يقولوا بشكل ان احنا بنرعى النادي الاهلي، امال هما بيرعوا في الخباثه من تحت لتحت، من تحت يعني تحت بير السلم من غير ما حد في خبيني، ابقى راعي في خبيني من غير ما ادفع فلوس وما حدش يقول اسم يعني، ولا اوعى تصدقوا بعد كده، لا انا مش هقبل بالرعايه دي يا سيف وزير. طب سيف الوزير ماله، ما انت قلت ملوش دعوه، ده بياخد نسبته بس، هو بالفعل بياخد نسبته بس. قال لك بقى في 3 اعلاميين بيهاجموا النادي الاهلي، شبانه والخضري ومهيب عبد الهادي ومعاهم مدحت عبد الهادي، وقال لك بيهاجم طبعا كابتن شوبير، وقال لك معاه سامي الشيشيني، وانا هاخد قرار ضد الثلاثه دول، مدحت عبد الهادي والشيشيني واحمد، هو انت مدحت عبد الهادي قلت لك تعالى اشتغل في قناه نادي الزمالك ورفضت يعني، وراح تشتغل مع مهيب وحازم امام وايمن يونس وحسن شحاته ما وقفوش مع الزمالك في ازمته، ما كفايه انت بكل دول، اي حد هيخرج عن النص هنشحواره على طول، فاني عالم في الدنيا دي؟ في بلاد الوالواء ما بيحصلش الكلام ده. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.